صباح الخير عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من خدمات تلفزيون اليوم السابع. وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. احنا مازلنا متواجدين في ساحة مسجد عمر ابن عبد العزيز، والنهارده اللي شاهد مبادرة جميلة بيعتاد عليها شباب مطرانية بني سويف، شباب المطرانية اللي بيقوموا دائما بعملية، شباب كشافة المطرانية بالتحديد اللي بيقوموا دائما بعملية تأمين دخول المصلين، ودورهم زاد أكتر بعد جائحة كورونا انهم بيقوموا بعملية التعقيم، عملية قياس درجة الحرارة. احنا هنعرف تفاصيل اكتر من القائد جوزيف ويليام نسيم، هو قائد كشافة مطرانية بني سويف واللي ليه باع كبير دائما في عملية التواجد المستمر في صلاة العيد، سواء عيد الفطر المبارك او عيد الاضحى المبارك في ساحة مسجد عمر ابن عبد العزيز. قائد جوزيف كل سنه حضرتك طيب وصباح الخير واهلا بيك على تلفزيون اليوم السابع. يا ريت تحكي لنا على المبادره الجميله اللي انتم بتعملوها كل سنه. اولا انا احب اهني اخواتي كلهم، اقول لهم اضحى مبارك، كل سنه وانتم طيبين جميعا. احنا هنا لخدمتكم وفي اي وقت في اي حاجه انتم محتاجينها احنا موجودين معاكم، مش هنسيبكم. احنا زي ما انتم بتقفوا معانا احنا بنيجي نقف معاكم. ده اقل واجب بقدمه ليكم، لان احنا كلنا اهل بعض. احنا وحده واحده، جزء لا يتجزا، لا يمكن تفرقنا او تجزئتنا. اكيد. قائد جوزيف قول لي انتوا عملتوا ايه النهارده؟ متواجدين من الساعه كام؟ العدد قد ايه؟ ايه الحاجات اللي انتوا عملتوها النهارده؟ بصراحه احنا صاحيين الساعه 4 الفجر، 4 ونص بالدقيقه هنا كده. على باب المسجد بنستقبل الناس اللي جايه تصلي الساعه 5 ونص، فاحنا من 4 ونص هنا في المسجد بننظم المكان، نجهز المكان، خصوصا ان المسجد جوه عشان التباعد الاجتماعي دي عدد محدود من الناس الداخلين، ولازم نعطي المسافه بين المصلي والاخر متر على الاقل. فاحنا موجودين عشان ننظم الناس في الدخول وفي استعمال كمامات والتعقيم والاجراءات الاحترازيه، والرجاله في مكان والاطفال في مكان والسيدات خارج المسجد. قبل يعني من الاعياد اللي قبل كده كان في الساحه انتوا كنتوا بتامنوا عمليه المصلين، يعني كنا بنشوفكم اكتر من مره. ممكن تحكي لنا العاده دي ليها كام سنه انتوا متواجدين فيها؟ الحقيقه دي عاده من زمان، مفيش عيد يعدي غير لما نكون موجودين معاهم. وفي نفس الوقت احنا بنرد الجميل لاخواتنا اللي بيقفوا معانا في الكنيسه ويامنوا لنا الكنيسه وقت اما كانت مصر في شده. ما وقفش معانا غير اخواتنا بتوع المسجد هنا. اكيد. هم اللي كانوا واقفين على باب الكنيسه، ما حدش قدر يقرب منها، ما حدش قدر يتعرض لاي حاجه، ما فيش كنيسه فيكي يا بني سويف حصل لها حاجه. فاحنا ده رد جميل، وده المعروف ويقابل بالمعروف، وبين الاهل وبين بعض ما فيش فرق. اكيد. كل سنه حضرتك طيب يا قائد جوزيف. طيب حضرتك عرفنا باسمك. احكي لنا ليك كام سنه انت متواجد؟ احنا متواجدين هنا تقريبا حوالي مثلا 4 سنين واحنا بنخدم هنا، وعلى طول متواجدين هنا معاهم. تمام. اتفضل اتفضل. وعلى طول يعني متواجدين تعليمات ان احنا لازم نساعد الناس تدخل ازاي تقعد، خاطر برضه كورونا، لازم الكمامات، لازم بين كل مصلي ومصلي متر. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. حضرتك عرفنا باسم حضرتك برضو. اتفضل. محمد مجدي عبد العاطي، كشافه البحريه والقرى بنسى. انتوا برضو متواجدين النهارده مع كشافه المطرانيه وبتشاركوا؟ كلنا واحد تحت مسمى الكشافه. مفيش فرق بيننا، لا في فرق ما بين مسلم ولا مسيحي. كلنا واحد بعض. كلنا مجتمع واحد. اكيد. بنيجي صلاه العيد، بنيجي عليهم ناس وطنيه او قوميه. طيب نشكرك شكرا جزيلا. استاذ احمد عبد الجواد رئيس مجلس اداره مسجد عمر بن عبد العزيز، احنا في بث مباشر على اليوم السابع، اتكلمنا مع القائد جوزيف وكشفت المطرانيه. حضرتك اكتر واحد يقدر يكلمنا على تواجدهم، هم ليهم كام سنه متواجدين، ايه الدور اللي بيقوموا بيه كل عام في صلاه العيد، سواء عيد الاضحى او عيد الفطر المبارك؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. كل اللي معانا طيبين في هذا اليوم الجميل الطيب،
ودايما بنحاول نبذل اقصى جهد عشان نسعد كل المصلين اللي بييجوا يصلوا. وطبعا كان بيبقى في استعداد قبل كده في عدم وجود جائحه كورونا، كان الاستعداد بتبقى اكبر من كده، ولكن طبقا للتدابير الاحترازيه فالدنيا ايه اضيق من قبل كده. ولكن الحمد لله ان احنا يعني في ساعه ان احنا قدرنا ان احنا نصلي صلاه العيد. الكشافة وكشافة الكنيسة والكشافة البحرية والفتيان دايما معانا من أكتر من سنين، يعني مش من الآن، دايما بيشاركونا في تنظيم الصلاة، بيشاركونا في تنظيم الدخول، واحنا أشد في احتياج حاليا في قصة التنظيم عشان الأعداد المحدودة. مليون كام سنة يا معالي المستشار كده المتواجدين في الموضوع ده؟ يعني ما يقرب من 10 سنين. سنين ما شاء الله. معايا على طول، انا كنت الاول في السيده حريه معايا، وجيت عمر بن عبد العزيز معانا من 2010 ومعانا هنا كده اكتر يمكن 15 سنه، اكتر من 15 كل سنه وكل سنه على طول. ونوجه طبعا لكل اللي معانا نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبنشكر الانبا ابريال اللي دايما راعي المكرميه السويف اللي هو دايما معانا في كل مناسبه. قائد كل سنه حضرتك طيب، عرفنا باسم حضرتك. قائد يوسف روماني مطرانيه بني سويف. طيب قائد يوسف، كشافه المطرانيه هي متواجده دايما في تامين او تعقيم الصلوات او صلاه العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى، ممكن تحكي لنا اكتر عن الدور اللي انتم بتقوموا بيه؟ واحنا من زمان يعني المفروض كان في صلاه مع بعض، وكنا عارفه نيجي نحضر ندوات هنا في الجامع هنا الكنيسه والاخوه المسلمين. وبعد كده جينا تبع الكشافه على اساس ان احنا يبقى في تامين متبادل، هم بييجوا عندنا في العيد واحنا بنيجي عندهم في العيد. يعني النهارده مثلا كان ابني الصغير ده هو اللي صحاني الصبح الساعه 3:30 عشان نيجي نأمن صلاه العيد هنا. احنا دايما بنيجي، كنا مثلا نشارك في توزيع الهدايا على الاطفال، كنا نشارك في التامين، كنا نشارك في التنظيم على حسب الاحتياج وعلى حسب ما بيطلبوا مننا احنا تحت امرهم. كل سنه وحضرتك طيب. متابعينا متابعي اليوم السابع ده كان بس مباشر من مسجد عمر ابن عبد العزيز، اكبر مساجد محافظه بني سويف، واللي بيوجد فيه ميدان الشهداء احد اكبر ميادين محافظه بني سويف. قدمنا لكم بس مباشر، عرضنا فيه قيام شباب كشافه المطرانيه بتامين دخول المصلين الى ساحه مسجد عمر ابن عبد العزيز، ايضا عمليه تعقيم والكشف عن درجه الحراره واعطاء الكمامات داخل مسجد عمر ابن عبد العزيز. كنت انا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع من محافظه بني سويف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.